اللي مهم بحال اللي قلتي هي تاهلنا. الماتش ماشي سهل ضد فرقه اللي الصراحه سي نيكيب دافونير محمديه عندهم دي تري بون جوار اللي غيجيو غيديروا الكلمه ديالهم في البطوله. بغيت نقول لهم برافو جراو اليوم. حنا ديرنا الماتش كان خصو يدار بصراحه بالثقه ديالنا بلا كونفيونس. ماركينا البيت الاول تعادلوا بحال فرقه كبيره مشينا ماركيونا الثاني ملي تعادلوا مشينا ماركينا الثالث. دونك هذه المهمه لا رياكسيون الجمهور اليوم انكور عاوننا برافو عليهم. وبغيت نقول برافو للعابه ديالي اي واحد اللي كيدخل. شفتوا رحيم اليوم اريير جوش دار مكابره كبيره فرحان شحال ما لعبش دخل تقاتل. بغيت نقول برافو برافو لداري حسوني تاكناوتي جبران داودي متراجي شحال ما كان لعبش دري كاملين اليوم دابا فهموا ملي ولا بغينا نديروا الارقام خصنا جروب وكاملين كيتقاتلوا. دونك فوالا الحمد لله بالحق ما درنا والو خصنا نبقاو كونسونتري. دابا اللي مهم هي الشامبيونز ليغ بحال اللي قلتي ضد الفرقه اللي الاوليه في البطوله ديالها اللي غتبغي دير لا سوربريز وخصنا نكونوا موجودين باش نديروا ان كرون ماتش في الجزائر باش ان شاء الله في دونور نتاهلوا. بحق الماتش ما غاديش يكون سهل. وليد تكرات الهضره بزاف. ماتش سهل بالوزداد ماشي فريق سهل. تقدر توضح لنا هذا النقطه؟ لا 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 ما كانش ماتش سهل. شوف ملي كتوصل الكارت فينال ما كانش ماتش سهل. شفتوا الزمالك اللي فرقه اللي كبيره اللي ما دازتش لي بول. ما كانش فرقه صغيره في الشامبيونز ليغ. على هادشي ماشي سهله دي الشامبيونز ليغ. الناس كيسحبوا سهله ماشي سهله. علاش اي ماتش ماشي سهل. هادشي خصنا نكونوا تايقين بالحق. ماشي ديك الثقه اللي زايده خصنا ندخلوا بديك لا كونسونطراسيون ديالنا ان شاء الله باش نتاهلوا. غنحتاجوا كلشي باش نتاهلوا ان شاء الله وغنشوفوا اش كيطرى. قد الرجاء وبني ملال شكون تبغي تلعب في الكارت فينال؟ اما الرجاء ولا بني ملال شكون تبغي تكون ديربي يكون؟ لا غنلعبوا مع الرجاء. الرجاء اما الرجاء بني ملال اما الرجاء كازا بلانكا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.